لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان الشقيق وتداعيات أزمته على الأوضاع داخلياً وعلى دول الجوار. ومن هذا المنطلق جاءت قمة دول جوار السودان على ضفاف نيل القاهرة للتأكيد على موقف مصر الداعي لإنهاء الأزمة وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة.